وعليكم عليكم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم واتي ادعو في السلام اخر دعوان الحمد لله رب العالمين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما كان محمد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا والمرد واللم اسمه مكتوبا مرفوعا منقوجا بالله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس دوها بدر دجا صدر الهدى نور الهدى قابل ورا مثبه ظلم جميل شم جبيل ممس بجود والقلم والله واسم وجبريل خادم براك وكم مراج تمرو سرد المنتحى مقامه قبق حسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود مجود سيد المرسلين ختم النبيين شبيل مدن مجاني سلحر من للعالمين رحمت العاشقين مراد المحتقين شمس العارفين سراج الصالحين مصبح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الشكل النبي الحرمين امام القبلة الوسيلة في درين صاحب كعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا شكل نبي قاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المحتقون بنور جمالي صلوا عليه وعلى وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صالحین نقش بندی اسور بندی اتیا قاضی علیہ السلام خاندان آمین آمین
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان تکبیر بانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ نسبت تمام ثواب تمام وسیلہ جمیل کر دے سید افضل شاہ امین امین انہاں دی روح مبارکاں نو پیش کرنے قبول و منظور امین انہاں دے باو اجداد خاندان چھوٹا بڑا جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے نو پیش کرنے قبول امین حاضرین دے باو اجداد چھوٹے بڑے جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ امین یا اللہ حاضرین دی حاضری اپ باز دا قبول و منظور امین یا اللہ دے دے کرائے کئی تے بنا صبر کر کے وہ اندر لے جے رکھے نہ بہنوں دی ہو گی اپنے والد صاحب کی اپنے حبیب کے صدقے استباشی دا فیض صدقے مولا کریم خیر آخر خیر زہر خیر باطن خیر سب کا بھلا سب خیر حافظ اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہم آمین تال لگاؤ تال لگاؤ تال لگاؤ سب دی خیر فرما تال لگاؤ اس میں لگاؤ بس تو حد تک بات اللہ امین اللہم آمین اللہ امین اللہ امین طریقے سے بیٹھا اس کو پانچ پانچ چار چار بٹاؤ کال کے